ينضم لنا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي من دبي نايل الجوابرة حتى نتحدث أكثر عن مستوى التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومملكة البحرين. أهلا بك سيد نايل. مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين وحياكم الله جميعا. أهلا بك. كيف ننظر اليوم ونقرأ مدى التعاون الاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة؟ طبعا هناك أرقام توحي بأن التعاون في اطراد وفي تطور مستمر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل أن يكون هناك التعاون الاقتصادي فهو الترابط اللعمي بيننا وبين مملكة البحرين الشقيقة، وإحنا أخوة قبل أن يكون هناك تعاون اقتصادي. أما بالنسبة إلى الاقتصاد فهو ارتباط يعتبر كلي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وهناك في تزايد كما ذكرتي كل سنة عن سنة تزيد هناك الترابط التجاري بين مملكة البحرين ودولة الإمارات. هناك أكثر من 2 مليار دولار تقريبا خلال 2017 هناك التبادل التجاري. لا ننسى أن هناك هذا الترابط يعتبر ترابط أخوي قبل أن يكون هناك ترابطا تجاريا. الاقتصاد بالنسبة إلى مملكة البحرين ودولة الإمارات فهي تعتبر اقتصاد واحد، لأن نربطنا ارتباط كلي بيننا وبين المملكة الشقيقة. نعم، لو نتحدث أيضا ننظر إلى بعين ثاقبة إلى المستقبل وعلى مدى تطور هذه العلاقات مستقبليا من الناحية الاقتصادية والتبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين. بكل تأكيد هناك كما ذكرت العين الثاقبة بين الحكومتين بالنسبة إلى المملكة ودولة الإمارات. هناك نظرة مستقبلية على هذا الترابط أن يكون هناك متزايدا طبعا بكل النواحي، إن كان الجوية أو البرية أو البحرية. لا ننسى أن هناك نقلة نوعية بالنسبة إلى الموانئ بين دولة الإمارات ومملكة البحرين. هناك ارتباط كلي أصبح بين مملكة البحرين ودولة الإمارات، وأن هناك التعاون اقتصادي بين هذه الموانئ بشكل كبير، وأن هناك ارتباط بالنسبة إلى قوة الموانئ البحرينية ودعم كبير من موانئ دبي العالمية أن يكون هناك في مراتبها الأولى بالنسبة إلى مملكة البحرين. مملكة البحرين تملك بكل مخارجها، خلنا نقول بالنسبة إلى مملكة البحرين ارتباط كلي بالقارات، وهذا يعتمد بشكل كبير بيننا وبين هذه المملكة. لذلك التعاون الاقتصادي التجاري وانتقال البيني بيننا وبين مملكة البحرين يعتبر نقلة نوعية حتى يكون هناك بيننا وبين كل دول الخليج بالنسبة إلى مملكة البحرين الشقيقة. نعم، من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة، شكرا جزيلا لك.